وفي خبرنا الأخير، حيث أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود إعادة أكثر من 275 نازحا عراقيا من الأراضي السورية إلى محافظة نينوى ضمن جهود وزارة النقل في اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين. وأكد الوكيل الفني لوزارة النقل مدير عام الشركة عبد الله اللعابي في بيان لها أنه بالتنسيق المباشر مع وزارة الهجرة والمهجرين تم نقل ذلك العدد من النازحين من مخيم الهول داخل الأراضي السورية إلى مركز النازحين وتدقيق في منطقة حمام العليل في محافظة نينوى.